الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مستعدين للتيمم؟ احنا النهارده هنتيمم مع وجود الماء تعليما بس، لكن لا يجوز التيمم في وجود الماء الا للتعليم، مش كده برضو؟ ان شاء الله احتفالات المولد النبوي في المقطم هذا العام هتبدا في مسجد المقطم يوم الثلاثاء الموافق 26/4 بعد صلاة العشاء، مسجد المقطم أمام بيت الحمد 26/4. يمكن نعملها من المغرب عشان نلحق بقى ناخد راحتنا شوية، تبقى قاعدة بسهرة شوية، فنعملها من المغرب يوم الثلاثاء 26/4 بمسجد المقطم أمام بيت الحمد، ويوم الخميس، لا 3/1، ويوم الخميس اللي بعديه على طول اللي هو 28/4 في مسجد الأشراف شارع 17 في المقطم بعد صلاة المغرب، ويوم السبت 30/4 في مسجد القدس، وهنجيب فيها في شارع 9، وهيجي فيها من المداحين الشيخ عبد العظيم العطواني، فيبقى عندنا 3 أيام اهو، كله هيبقى بعد المغرب علشان تبقى قاعدة بسهرة. يبقى الثلاثاء 26/4 مسجد المقطم، الخميس 28/4 مسجد الأشراف بعد المغرب، السبت بعديهم 30/4 مسجد القدس، كل دول الثلاثة في المقطم. عندنا بعد كده مسجد قايتباي في المنيل، هنبقى نتفق على ميعاد ونقول لكم عليه إن شاء الله. يمكن نعمله يوم الجمعة بينهم، يبقى خميس وجمعة وسبت كلها احتفالات ورا بعض، يا إما نعمله يوم حد بعد يوم السبت بتاع القدس. هنتفق بقى مع إمام مسجد قايتباي ونقول لكم إن شاء الله. بالنسبة لدرس الفقه هنا يوم السبت، أجازة السبت اللي جاي واللي بعده واللي بعده، يبقى إحنا أول سبت هنلتقي فيه هو أول سبت إن شاء الله هنا في شهر مايو شهر 5، وهيبقى بين المغرب والعشاء عشان هيبقى التوقيت ايه، قدموا لنا التوقيت ساعه، فهنخليه بين المغرب والعشاء، كل الدروس هتتحول بين المغرب والعشاء بعد ما يبقى التوقيت صيفي ان شاء الله. يبقى يوم السبت اول سبت في مايو هنلتقي هنا نكمل دروس الفقه كالمعتاد، والسبت اللي جاي واللي بعده واللي بعده اجازه ان شاء الله. وما لا التلات ده والاربع ده اه بعد كده وقفه اجازه بقى شويه، كله بقى هياخد مواعيد، كله بالمواعيد. هناخد اجازه من بعد يوم الاربع اللي جاي ده لحد اول تلات هنعمل فيه احتفال بالمولد النبوي اللي هو 26/4، هنلتقي بقى التلات والخميس والسبت الصبح في الازهر اللي هو 30/4، وبالليل في القدس. سهلة كده، اكتب بقى في النوتة عندك ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك أرجع الأمر كله، على نية وسر لك الحمد إنك على كل شيء قدير، اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بها عنا وتب علينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. أما بعد، نكمل قراءة فقه التيمم على مذهب السادة الشافعية من حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلومكم في الدارين. ونحن اليوم في سنن التيمم، انتهينا من فرائد التيمم، وفرائد التيمم قلنا هي
النية وتكون عند نقل التراب الذي فيه غبار في الكف وقت النية، وأن تكون النية حال نقل التراب تكون نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة، وتكون بعد دخول الوقت، ثم يمسح الوجه ويضرب ضربة تانية يمسح الكفين وإلى المرفقين، الذراعين إلى المرفقين، كويس، مع الترتيب. يبقى كده التيمم أركانه سهلة: النية بالكيفية اللي قلناها في التوقيت اللي قلناه، وتفضل النية معاه طول ما هو بينقل ايده بالتراب لحد ما يمسح اول جزء من الوجه، لازم تبقى النية موجودة في المدة دي، فان غربت او عزبت عنه يعني اختفت من قلبه يستحضرها تاني قبل مسح اول جزء من الوجه، كويس. والنية كيفيتها يعني هيقول فيها ايه بقلبه، وان تلفظ يستحب عند الشافعية: نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة، وتكون بعد دخول الوقت، ضربة للوجه وضربة تانية للذراعين حتى المرفقين مع الترتيب على ما ذكرنا، يبقى ده سهله. بعضهم عد التراب ركن من أركان التيمم وبعضهم لم يعد، وناقشنا هذا. سنن التيمم، التيمم له سنن كالبسملة، وممكن نقول السواك كمان لأنه زي الوضوء، وزي ما في سنن الوضوء السواك والبسملة يبقى هنا سواك وبسملة، وزي في سنن الوضوء التيامن الميامن قبل المياسر يبقى إيه، يغسل يمسح الذراع الأيمن قبل الذراع الأيسر، عشان تبقى السنن هنا ماشية مع التيامن. والموالاة كله وراء بعض، بحيث أنك لو افترضت أن الغبار ماء فتمسح العضو الذي يليه قبل أن يجف الماء عشان تبقى الموالاة. يعني تفترض انك انت بدل ما مسحت وجهك بالتراب الغبار يعني مسحته بماء، يبقى تمسح الذراعين قبل ان يجف الماء من على الوجه عشان تبقى موالي، تفترض فرض جدلا. وبالتالي الموالاة زمنها يختلف حسب اختلاف حرارة الجو وحسب سرعة الريح وحسب حرارة الجسم، لان لو كانت الريح سريعة وكان الجو حار او الجسم سخن فممكن المية تجف بسرعة، يبقى ساعتها المولاة عايزة زمن. ولو كان في جو ما فيش ريح سريعة والجسم بارد والجو بارد ممكن الماء يقعد على الوجه عدة دقائق، يبقى المولاة فترتها بتتفاوت حسب الوقت وحسب حالة الجسم وحسب ايه الطقس، وحدها ألا يجف العضو. واحنا في جفاف هنا في التيمم ده، احنا ما بنستعملش ميه اصلا، نفترض انها العضو ممسوح بالماء، تفترض ذلك بحيث تعمل العضو اللي بعده قبل ان يجف الماء. واضحه دي الموالاه؟ والموالاه ركن في التيمم ان كانت دائم حدث، ان كان واحد عنده انفلات ريح عنده بول بينزل منه على طول يبقى ساعتها الموالاه من اركان التيمم، كما قلنا ان الموالاه من اركان الوضوء لدائم الحدث وليست من سنن الوضوء. سهل. وفي بقى سنن تانية: إطالة الغرة والتحجيل مثلا، دي في التيمم برضو زي ما في الوضوء، يعني يمسح جزء من الرأس مع الوجه، يمسح جزء من العضد مع المرفق. كيفية المسح فيها كيفية معينة علشان تحصل السنة، هنقرأ بقى كلام الشيخ ونشوف الشيخ قايلي. أنا قلت لك باختصار عشان المستعجل ياخد المعلومة سندوتش ويجري، واللي عايز بقى التفاصيل ويبقى فقيه يقعد معانا يعيش مع ايه، مع الشيخ ازاي يعبر عن هذه الاشياء باللغة بتاعة الفقهاء بتوع زمان، عشان تعرف اما تقرأ في الكتب دي تطلع المعلومات العظيمة بتاعته. يقول رحمه الله: وسننه اي التيمم ثلاثة اشياء، وفي بعض نسخ المتن ثلاث خصال: التسمية وتقديم اليمنى من اليدين على اليسرى منهما، وتقديم أعلى الوجه على أسفله، والموالاة، وسبق معناها في الوضوء معنى الموالاة يعني. وبقي للتيمم سنن أخرى مذكورة في المطولات
منها نزع المتيمم خاتمه في الضربة الأولى، أما الثانية فيجب نزع الخاتم فيها. نخلص دول وبعد كده نخش في الذي يبطل به التيمم. يقول في الحاشية قوله وسننه: لما تكلم على فرائضه شرع يتكلم على سننه. وقوله أي التيمم تفسير للضمير اللي هي الهاء، هاء الضمير سننه أي يعني سنن التيمم. ثلاثة أشياء أي بحسب ما ذكره المصنف هنا، وإلا فهي تزيد على ذلك كما يشير له قول الشارح وبقي للتيمم سنن أخرى إلى آخره. وكذا يقال في قوله وفي بعض نسخ المتن ثلاث خصال. قوله التسمية، وتقدم أقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم، ويأتي بها ولو كان جنبا، لأن بسم الله الرحمن الرحيم دي قرآن وذكر، فإن كان جنب لا يقرأ قرآنا، فإن أتى بها يأتيها بنية الذكر لا بنية القرآن. يكسر الذكر ولا يكسر قرآنيتها، يحرم هيقبضوا عليه يعني، بس حرام عليه، ما حدش عليه رقيب، هيقول لك ما انا جربت وقلت بسم الله الرحمن الرحيم وانا جنب ما جرانيش حاجة يعني، وقصدت قرآن، ما مش هيجرى لك حاجة، بس هتكتب عليك معصية لانك تجرأت على قراءة القرآن وانت في حال الجناب. خدت بالك؟ عند مذهبنا احنا لا، الشافعية بعض مذاهب المسلمين أجازوا لها أن تقرأ القرآن إن كانت بتحفظ القرآن، إن كان وتخاف على نفسها نسيانه، أو كانت بتدرس القرآن كأن مدرسة للقرآن، وإن كانت في مدرسة بتتعلم القرآن فلها أن تقرأ القرآن في هذه الظروف، أو كانت عندها امتحان شفوي في القرآن وعندها الحيض، الشيخ يقول لها سمعي يا بنتي عشان ينجح، تقول له لا أنا النهاردة عندي عذر ما ينفع، سمع ده امتحان. كل ده يجوز تعبدا، لا لان هي حائض. تسمع، ما حرمناش عليها سماعه، تشغل الشيخ تسمعه، ما حرمناش سماعه، اما جوزها يجي يقرا ورده تقول له اقعد جنبي هسمعه بس. حلو قوي. والسامع كالشارب والقارئ كالحالب، وتاخد ثواب سهلة يعني، والوقت الشرايط والتسجيل وإذاعة القرآن شغال. هتغلب الشافعية يعني؟ مش هتغلب الشافعية. يعني هنقول لك في الآخر يعني تقعد تقرأ قرآن وهي حائض؟ لا، بعينيها. تقرأ بعينيها. يعني ممكن تفتح المصحف بدون ما تمسه، تخلي ابنها المتوضي يفتح لها المصحف. أو جوزها يفتح لها المصحف. او تأجر واحد وتدفع له فلوس موظف يفتح لها المصحف. تقرا بعينيها كده، لان القراءه بالعين ليست قراءه، اسمها قراءه بالقرب، لان يجوز للجنب ان يجري القران على قلبه لا ياثم له، ان يجريه على قلبه لا ياثم، فهي بعينيها بتجريه على قلبها. لا، ما يقولش بلسانه، ما تحركش لسانه، لان لو حركت لسانه بتبقى بتقرا وهي حائض، وده حرام. احنا هنقعد في الحته دي بقى لامتى؟ واضح؟ اما تبقى حاجه واضحه نقعد نكابر؟ هو ربنا سبحانه وتعالى نزل عليها الخير. هيقول لي بتنسى، قلنا له تقرا بعينيه. طب ما تقراش، طب تسمع في الراديو، طب تسمع في التسجيل، طب تسمع جوزها، طب مش متجوزه. الله، ما عندهاش راديو. طب هنعمل ايه يعني؟ قوله التسمية وتقدم أقلها وأكملها، ويأتي بها ولو كان جنبا أو حائضا، لكن يقصد الذكر، يقصد بالتسمية الذكر، أو يطلق يقول بسم الله الرحمن الرحيم خلاص كده مطلقا، لا يقصد ذكر ولا قرآن عادي، يقول لك ما التسمية دي من سنن التيمم فبيقولها كده، لا يقصد ذكر ولا قرآن تمشي، لكن لو قصدهم الاثنين مع بعض ذكر وقرآن يأثم لقرآنيته، ويأخذ السنة ايه بذكره الاثنين، وبعدين ربك سبحانه وتعالى ياخد ده من ده ويدي له في الاخر المحصل بس، لكن ما يقصدش القران احسن. ولا يقصد القران وحده او مع الذكر، ما يقصدش القران وحده ولا يقصده مع الذكر. كويس؟ ده لو كان جنب وبيتيمم. سهله؟
او كان جنب وبيغتسل، او كان جنب وبيغتسل، ما يقصدش القرآن في البسملة في الغسل للجناب، يقصد بيه مطلق الذكر. وتقديم اليمنى من اليدين على اليسرى منهما، دي برضو سنة تانية. احنا قلنا يمسح اليدين الى المرفقين، ممكن يبتدي باليسرى وممكن يبتدي باليمنى، جائز، وضوءه صحيح، لكن السنة ان يبدأ باليمنى، زي في احنا قلنا في سنة الوضوء يبدأ باليمنى. يقول لي ايده اليمين مقطوع، خلاص يمسح اليسرى، لان في ذهاب المحل خلاص. طب مقطوع من تحت المرفق وبقي منها 2 سنتي، يمسح ال 2 سنتي الاول، سهل خلاص. فيضع، كيفية المسح بقى اللي الشافعية بيحبوا يقولوها، فيضع أصابع اليسرى سوى الإبهام، شايف أصابع اليسرى اهي غير الإبهام، الإبهام هو بره، خلف أصابع اليمنى، سهلة، خد بالك الكيفية. فيضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام بتاعها بره، بلاش الإبهام بتاعها، زي ما نعمل كده، سهلة؟ طيب، بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى، يعني ما تخرجليش الأنامل بتاعتها اليمنى بره، وإلا هيبقى في جزء ما تمسحش، مش كده برضو؟ لازم كده يبقى كله مستخبي عشان يبقى تمسح كله حتى الأظافر، سهلة؟ ويمرها على اليمنى، يمرها على اليمنى أوس. كويس؟ كويس. فإذا بلغ الكوع، ده الكوع أهو، فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع، أهو يضم أطراف أصابعه كده ويجي على حرف الذراع شوية، شايف كده أهو، ويبتدي ينزل كده لحد ما يوصل لحد المرفق، كويس، ويروح لافف، يبتدي عنده كف إيده ما لمست حاجة لسه، يروح لافف ويلمس بقى الجزء ده بكف إيده لأن لسه ترابه ما استعملش، لحد ما يوصل قرب الكوع، يلف الابهام ده بتاع اليسرى على ظهر ابهام اليمنى، شايف يعمل ازاي بقى كده اهو، يبقى كده مسح الايه، سهله اليمنى. وبعد كده يجي بقى الثانيه يعمله كده، يلفه كده، الوش ده لسه سليم اهو ما تلمس، ده يعمل في الناحيه الثانيه نفس اللي عمله في الناحيه دي اهو، ينزل كده الاول كده مفتحين وبعدين يروح ضممهم ويجي كده، واول ما يوصل عند الكوع عند المرفق يروح لافف بحيث يجيب الكف بتاعه باطن كفه على باطن الذراع لحد ما يوصل عند الابهام، ويروح لافف اللي على باطن ابهامه يجيبه على ظهر ابهامه الثاني، سهله ادي الكيفيه، سهله حلوه. ما هو الكف ده اتمسح مع الثانيه وهو بيمسح، واذا اتمسح مع دي وهو بيتمسح، طبعا امال ايه، مش مسح وممسوح، لا ده هو نقل لما اتخبط كده نقل، لكن تم المسح لما ايه، ابتدى كده دي بقى تمت المسح مع الدلكه دي. وفي بعض علماء الشافعيه قال لك ويسن بعد كده كمان، بعد ما يخلص خالص يعمل كده بعد ما يخلص خالص، واذا كان لابس خاتم والخاتم ضيق في الضربة الثانية يقلعه علشان يطمئن ان في غبار يمس باطن الخاتم، صح؟ سهل ده في الضربة الثانية، لكن الضربة الأولى للوجه مش مشكلة لأن الضربة الأولى همسح الوجه، لكن الضربة الثانية قلع الخاتم لو كان ضيق. طب لو كان واسع خلاص مش مشكلة، وأنا بضرب كده أعمل كده حكة خفيفة كده هو هيتلخلخ يوم إيه، يخش الغبار أسفله، سهلة الحتة دي؟ طيب. ها؟ مفيش ودن، لا. لا، ما هو الأذن ليست من الوجه، ده احنا حتى عند الشافعية بيمسحها بعد الرأس. مش كده برضو؟ من سنن الوضوء وليست من أركانه، لأن الأذن ليست من الوجه. وعضو ممسوح وليست مغسول. مش كده برضو؟ وإحنا قايلين إن التيمم مسح الوجه، والوجه ما تكون به المواجهة، أنت بتتم المواجهة بودنك ولا بوجهك؟ بوجهك، يبقى خلاص الأذن خارجة. طب افرض واحد ودانه كده عاملة زي المطرطقة كده، يعني بتتم بها المواجهة، لا حكم له. لا حكم له. تفضل ودنه برضه. بس في ناس تلاقي ودانهم كده مطرطقة كده، شفتهم؟
كتير. ممكن بدل قراءة الحاكم تحركه، ممكن تحركه سهل الحتة دي. فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق، ثم يدير باطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه رافعا إبهامه. فإذا بلغ الكوع، الكوع احنا قلنا الكوع اللي هو بين عند مفصل الرسغ والكف، ده الكوع، وده اسمه اللي بيالي الإبهام، واللي بيالي الصباع الصغير ده هنا اسمه الكرسوع، لكن ده اسمه المرفق. والجماعة اللي ما بيقروش على الشيخ قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على كوع اليسرى فوقف وربعه كده، لان فاهم ان ده الكوع، لانه ما بيقراش على الشيخ، هو قرا الكتاب وخلاص، ففاهم ان ده الكوع باللغة المصري. لا ده الكوع، البوع في الرجل اللي هو العظم الكبير اللي بعد ايه ابهام القدم، تلاقي عظمة كبيرة تخينة كده بعد ابهام القدم اسمها البوع. ويقول لك ده جاهل قوي ما يعرفش كوعه من بوعه، كان زمان المشايخ يقولوا كده، يقول لك ده جاهل قوي ما يعرفش كوعه من بوعه. وبعدين لما الناس كلها ما بقتش عارفه الكوع من البوع، فقال لك ده ما يعرفش راسه من رجليه، واخد غيروها. شوف بقى يا سيدي، خد بالك من الحتت دي لان دي مهمه، بتبين لك الفقه الدقيق. لما تبقى عندك فقه دقيق جميل، تلاقي نفسك بتعبد ربك على بصيره كده وفرحان، وربنا هداك لهذا وألهمك، وبدون ما تتكبر على ما يعرفش، لأنها من سنن، بدون ما تتكبر على ما يعرفش. يمكن اللي ما يعرفش وبيعملها كده بالبركة وما بيعملش نفس الكيفية بتاعتك، يا راجل يا شافع انت يا 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 دقيق قوي، يمكن عند الله مقبول أكتر منك، لأنه قلبه عنده تواضع، عنده شفقة على المسلمين، عنده بر لوالديه، عنده محبة للنبي زائدة، يعني عنده خاصية تانية انت مش واخد بالك منها، عنده تحري للحلال، عنده عدم شغف وحرص على الدنيا، عنده حب للخير للناس، وانت ما عندكش الحاجات دي كلها، لكنه ايه فقيه تتيمم زي الكتاب، ما يجراش حاجه، التاني احسن منك عند الله. فعشان كده ما تتكبرش، تتعلم الحاجه تعلمها للناس، وربما اللي بيتعلم منك احسن منك عند الله، مش ربما ده هو كده، ده مش ربما، ده اكيد. ويمكن انت ربنا يكرمك علشان اللي علمته دعا لك ودعوته مقبولة اكتر منك. فهمت المسألة بقى؟ كانوا بيحكوا لنا زمان واحد من المشايخ قاعد يدي درس وعظ في بلد ريفي، فبيقول للناس يعني انك انت لو اتقيت ربنا وكلت حلال وحبيت المسلمين ومبقاش عندك حرص، اي زنقة تقول يا رب ربنا يستجيب لك. فقام واحد فلاح غلبان قاعد كده سمع، خلاص طلعوا، خلص الشيخ الدرس وهو والفلاح ده جايين من القرية اللي بينهم ايه البحر، فكان اتأخر في ايه في الدرس، فطلع على الشط لقى ايه، لقى المركب مش موجود اللي تعديه. الراجل روح صاحب المركب اللي بيعدي ايه، قال له هنبات هنا بقى. الراجل الفقيه قال للفلاح لا ما نبات هنا بقى، احنا هنروح. قال له مش فضيلتك لسه بتقول انك انت لو عملت كذا وكذا وتدعي تقول يا رب ربنا يستجيب لك. قال له خلاص نقول يا رب ونمشي على الميه، هو ربنا اللي يحملنا. قام الراجل الواعظ قال له لا مش للدرجه دي. الراجل الفلاح قال له طيب يا رب احملنا الى بيوتنا، الدنيا ليل واحنا فقراء وما عندناش غطا وهنبرد، يا رب احملنا ببركه اللي سمعناه النهارده. وراح مخطي لقى نفسه ماشي، فالشيخ قال له تعالى شلني. فشال الشيخ يا سيدي. فربنا يعني يشيلنا كده ويعبر بنا الدنيا ومفاتنها الى رحمته سبحانه وتعالى. ما تعرفش رحمته ربنا هيشيلك على ايد مين وعلى كف مين. فما تتكبرش يعني انك اتعلمت حاجه تبقى انت يعني ابو العريف، سيبها لله. أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ندبا في الآخر، ندبا عشان جرع المؤسس يمسحهم في الآخر، ده على سبيل الندب. ندبا يعني مش يندب، لا ندبا يعني استحبابا من المندوب. ها
ندبا لتأدي فرضهما بضربهما بعد الوجه، زي ما قلت انت برضو ايه، ان الضربة دي بعد الوجه تم بها الفرض، الدلك اللي هو السنة تم اثناء دلك دي بدي، لكن الفرض تم بالضربة التانية بالنسبة للكفين دول، واثناء دلك دي بدي يبقى خدت سنة الدلك، خدت بالك، يبقى تموا مع بعض. وانما جاز مسح الذراعين بترابهما لعدم انفصاله، جاز مسح الذراعين كلهم بتراب الكفين بالرغم ان انا ماشي اهو، ما هو التراب استهلك خلاص، قال لك لعدم انفصاله. لكن عندنا احنا حتى لو انفصل ترده تاني يجوز، واخد بالك ازاي، لكن الافضل تجيب شويه تراب تاني. وتقديم اعلى الوجه على اسفله، دي سنه تانيه، انك انت هتمسح عندك الوجه ممكن تبتدي باليمين او تبتدي باليسار، تبتدي من اسفل لاعلى او من اعلى لاسفل، فالسنه تبتدي من اعلى لاسفل. ليس ذلك من مدخول كلام المصنف، وانما ذكره هنا للمناسبه وهي التقديم فيه كالذي قبله، والا فالاولى تاخيره عند ذكر السنن التي زادها، لان تقديم اعلى الوجه على اسفله المصنف ما قالوش في الغايه والتقريب، ده الشارح قاله في الوسط كده، فبيقول لك كان حقه يقوله في الاخر بقى مع السنن الغير مذكوره. طيب قوله والموالاه اي لغير دائم الحدث، يبقى دائم الحدث عنده الموالاه فرض، لكن الموالاه تتحط في السنن لمين؟ لغير دائم الحدث، اللي هي المستحاضه، اللي عنده انفلات ريح، اللي عنده انفلات بول، اللي عامل تحويل مجرى بول وبراز على جدار بطنه فبيخرج من جدار بطنه مع انسداد الايه المحل المعتاد، كل دول اسمهم دائمي حدث، ودي عمليات كثره الايام دي، يبقى عامل استئصال مثانه والبول في بطنه وحاطط كيس، عامل استئصال مثلا قولون وعامل كيس على بطنه بيطلع منه البراز، كثره الحاجات دي، وناس تعيش كده يمكن 5 سنين و10 سنين و20 سنه عامل عمليه وماشي بالكيس، فيعرف احكام الشرع ايه فيها بتاعته، فده ما يتوضاش الا بعد دخول الوقت، ويتوضا بنيه استباحه الصلاه، والموالاه عنده ركن من الاركان عشان يبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. والموالاه اي لغير دائم الحدث، اما هو فتجب الموالاه في تيممه، هو اللي هو دائم الحدث يعني. كما تجب في وضوئه تخفيفا للمانع، تخفيفا للمانع، لان دائم الحدث ده الحدث مستمر، فيقوم اما يعمل موالاه ورا بعضه ما يخرجش منه احداث كتيره فتره الوضوء نفسه، فيخفف المانع، يخففه شويه. وسبق معناها في الوضوء اللي هو معنى الموالاه، عبارته هنا ويعبر عنها بالتتابع، وهو الا يحصل بين العضوين تفريق كثير الى اخرها، ويقدر التراب ماء فيمسح يديه عقب مسح الوجه، بحيث لو قدر التراب ماء لم يجف، لو قدر التراب ماء لم يجف. قوله وبقي للتيمم سنن اخرى مذكوره في المطولات، اشار بذلك الى ان جعلها ثلاثه، الى ان جعلها ثلاثه باعتبار ما ذكره المصنف هنا، يعني تعتبر ناقصه لان في سنن ثانيه، منها نزع المتيمم خاتمه، ومنها تخفيف التراب من كفيه، يعني انا ضربت كده بصيت لقيت تراب كتير قوي، همسح وجهي عينيا يدخل فيها، اروح اعمل كده اهو، اروح اعمل ايه، مش اعمل كده اهو، هيقع كله. ها لا، ما هو ما مستعملش، لان مهما عمل هو لسه ما عملش الوجه، لكن هيوقعه كله، يقوم يعمل كده او يعمل كده ينطر كده اذا كان ايه، لا تراب كتير جه في ايده، يبقى ده من السنن تخفيف التراب لو علق في يده تراب كثير، سهله. ومنها تخفيف التراب من كفيه ولو بنفضه، ومنها تفريق اصابعه في كل ضربه، لانه اما يجي يضرب يبقى فاتح صوابعه كده، لانه ابلغ في اثاره الغبار وتخليلها ان فرق في الضربتين او في الثانيه فقط، لان تخليل الاصابع بيتم لما يفرق اصابعه، ان عملها في الضربتين يبقى خلل الاصابع، لو عملها في الضربه الثانيه وده وقت اليد يبقى خلل خلاص، يعني كان التفريق مش مطلوب الا في الضربه الثانيه، لان الضربه الاولى للوجه والثانيه لليدين،
وتخليلها إن فرق في الضربتين أو في الثانية فقط، وإلا وجب التخليل. ومنها ألا يرفع يده عن العضو حتى يتم مسحه خروجا من خلاف من أوجبه، خروجا من خلاف يعني ما يرفعش إيده من على وجهه إلا لما يستوعب الوجه كله، مش يمسح كده وبعدين يرفع إيده وبعدين يمسح كده، خدت بالك؟ يفضل كده لازم لحد ما يستوعب العضو كله، خروجا من خلاف من أوجب ذلك حتى لا يكون التراب قد استعمل بانفصاله. سهل؟ لما بتيجي تضرب وانت فاتح ايدك كده جامد، التراب اللي ليه غبار، الغبار بيروح طالع وانت حتى مش شايفه، واخد بالك ازاي؟ يروح داخل كده خل بين الاصابع، وبعدين وانت بقى بتعمل في الاخر بتروح عامل برضو كده في الاخر خالص بعد ما تخلص. التخليل فرض لو انت ما فتحت الصوابعك في الضربة التانية، عشان عندك جزء هنا في محل الفرض ما طالوش تراب. يعني افرض الضربة التانية ضرب كده، يبقى انا عندي التخليل اصبح واجب في الحالة دي. ليه؟ علشان اجيب غبار في الحتة دي، ويبقى ساعتها همسح مش بالكيفية دي بقى، هروح ماسح كده، واخد بالك؟ عامل كده، شايف المنظر ده كده، واروح نازل نازل واروح لافف اللفه اياه واروح جاي كده. سهله؟ ومنها التوجه للقبله، لان من سنن الوضوء برضو لما تيجي تتوضى تتوجه للقبله. انت داخل ميضه جامع وعايز تتوضى، وميضه الجامع داير داير كده الحنفيات، شوف القبله فين واختار الحنفيه اللي انت ما بتبقى واقف مواجه القبله، عشان تحصل هذه السنه الجميله، سنة التوجه للقبلة أثناء الوضوء، واخد بالك؟ دي سنة حلوة. ولو كنت مثلا في الخلاء وبتتوضى بالكوز أو بزير أو بإربة أو بأي حاجة، يبقى توجه أنت للقبلة وتوضى وأنت، إلا أن تكون إذا توجهت للقبلة الريح يجي يرش المية عليك، يبقى اترك السنة دي بقى، عشان لما تيجي هتصب كده الريح يجي يروح زي هذا، فيبقى إيه؟ تترك السنة دي. ومنها التوجه للقبلة والغرة والتحجيل. الغرة اللي هي إذا زيادة مسح زيادة عن محل الفرد في الوجه، اللي هي جزء من الرأس وجزء من أسفل الذقن، كويس؟ وده برضو مسنون في الوضوء. والتحجيل اللي هي الزيادة عن المرفق، تطلع شوية في الدراع كده وتطلع هنا شوية في الدراع في التيمم، وفي الوضوء تعمل كده في الذراعين وفي الرجلين لحد نصف الساق، كويس؟ لحد نصف الساق بدون إسراف، بدون، لأن الإسراف حرام. ومنها السواك قبله، ومحله قبل النقل. قبل النقل يعني محل السواك قبل ما أنقل، واخد بالك؟ يبقى ممكن أن أنوي سنة السواك وبعدين أروح ناوي التيمم، وممكن أسمي وأنوي سنة السواك عشان تدخل في صلب العبادة، وبعدين بعد كده أنوي مع النقل. سهلة؟ كده صح وكده صح. ومحله قبل النقل والتسمية بناء على أنه يطلب مقارنة التسمية للنقل على قياس ما في الوضوء من مقارنة التسمية لغسل الكفين، وقيل بين التسمية والنقل بناء على أنه لا يطلب مقارنتها له. ومنها برضو الذكر المشهور، أنت بعد ما بتتوضى بتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، سبحانك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، مش كده برضو؟ يبقى يسن تقول الذكر اللي بتقوله عقب الوضوء ده، يسن تقوله برضو عقب التيمم. وصلاة ركعتين، زي ما بتتوضى وتصلي ركعتين سنة وضوء، يبقى تصلي ركعتين سنة تيمم. وجميع سنن الوضوء مما يمكن مجيئه هنا إلا التثليث، كل سنن الوضوء اللي ممكن تجيبها هنا تجيبها إلا التثليث. أما الثانية مقابل للأولى، وقوله فيجب نزع الخاتم فيها، يعني الضربة الثانية يجب نزع الخاتم فيها إلا إن اتسع بحيث يصل الغبار لما تحته بلا نزع،
فإنه لا يجب حينئذ، زي ما قلنا في الوضوء برضه يجب نزع الخاتم الملاصق أو اللي ما بيتحركش لما تيجي إيه تغسل الذراعين كويس يعني بعد الوجه، أو تحريكه إن كان يسهل تحريكه، ولا يجب ذلك مطلقا لو كان واسع أصلا والمية بتستطرق من خلاله، فيجب نزع الخاتم فيها إلا إن اتسع بحيث يصل الغبار لما تحته بلا نزع فإنه لا يجب حينئذ، لكنه يسن كما هو ظاهر. كده خلصنا سنن التيمم. طب ايه هي مبطلات التيمم؟ مبطلات التيمم يعني متى يبطل التيمم؟ عرفنا احنا مبطلات الوضوء خمسة اشياء زي ما قلناها زمان في نواقض الوضوء اللي هي اسباب الحدث. اسباب الحدث في الوضوء هي نواقض للتيمم برضه، دي اول حاجة. وبعدين رؤية الماء، مش يقول لك اذا وجد الماء بطل التيمم، الناس كلها تقول الكلمة دي، يبقى من مبطلاته وجود الماء، مش كده برضه؟ لا، ما لو تيمم قبل دخول الوقت لا يصح له ان يصلي به فريضة، ولكن له ان يصلي به نافلة، فتيمم صحيح للنافلة ولكن ليس للفريضة. والذي يبطل الوضوء، نقرا في الهامش، والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء، أحدها كل ما أبطل الوضوء، كل ما أبطل الوضوء، وسبق بيانه في أسباب الحدث. فمتى كان متيمما ثم أحدث، يعني خروج شيء من السبيلين، مش كده برضو، مس القبل أو الدبر بباطن الكف، النوم على غير هيئة المتمكن، مس المرأة الأجنبية، مش الحاجات دي كلها سهلة معروفة يعني. طيب، فمتى كان متيمما ثم أحدث أو زوال العقل بسكر أو مرض، برضو الخمسة يعني عشان تفتكر يعني كل، أو زوال العقل بسكر أو مرض، على إن زوال العقل قد يكون بسكر أو مرض وقد يكون بنوم على غير هيئة المتمكن، كل ده نواقض الوضوء. طيب، فينقض أيضا التيمم. فمتى كان متيمما ثم أحدث بطل تيممه. والثاني رؤية الماء، وفي بعض نسخ المتن وجود الماء في غير وقت الصلاة، يعني أنا وجدت الماء وأنا لسه مش متلبس بالصلاة، يعني قلت الله وأكبر ما قلتش الره، قال لي المية جت خلاص أروح أتيمم، أروح أتوضى بقى، فهمت ازاي؟ طالما ما قلتش أر أكبر. طيب، أمال لو قلت أكبر وبقى تلبست بالصلاة وقال المية جت، تشوف الصلاة دي اللي أنت بتصليها تسقط بالتيمم ولا عليك إعادتها مرة أخرى؟ ما هو في صلوات تصليها بالتيمم احتراما للوقت وتعيدها عند وجود الماء، وفي صلوات تسقط بالتيمم، مش كويس؟ لو كانت صلاة تسقط بالتيمم، صلاة تسقط بالتيمم كصلاة مسافر بتيمم في موضع يندر وجود الماء فيه، كويس؟ فدي صلاة تسقط بالتيمم ليس عليه إعادتها. فإن قال الله أكبر وتلبس بالصلاة فقال قائل وجد الماء، يبقى ساعتها يستمر في الصلاة، واضح؟ لأن دي تسقط بالتيمم. لكن لو تيمم في المدينة حيث يندر عدم وجود الماء، فده بيتيمم ويصلي احتراما للوقت ولما يجي الميه هيعيدها، كويس؟ ها؟ حتى لو بعد الوقت، دي في رقبته، طالما جه الميه هيعيدها، ده هو بيصلي احتراما للوقت وبيتوضى لإدراك الصحة، صح؟ يبقى الصلاة اللي بيصليها في الحالة دي، أو مثلا متيمم وكان لابس الجبيرة على حدث، فبيتيمم وهو لابس الجبيرة على حدث، كل الصلوات اللي بيصليها دي هيعيدها، يبقى قالوا له الميه جت وقد تلبس بالصلاه بتيمم لا يسقط الفرضيه بل يحترم ايه وقت الصلاه فقط. نعمل ايه؟ نقول له اطلع من الصلاه، اطلع من الصلاه، اطلع من الصلاه على الاصح، وتيمم وتوضى ولو لم يتسع الوقت،
قال لك ما انا لو طلعت من الصلاه ده هيدن الوقت اللي بعده. نقول له ما يجراش حاجه، ما انت كده كده هتعيدها يا غلبان، انت كده كده هتعيدها. فهمت ازاي؟ فاترك وروح اتوضى وصلي. في الصوره الاولانيه بيتيمم ودخل في الصلاه بتكبيره الاحرام ونطق اكبر، يعني دخل اهو في الصلاه بتيمم يسقط الفرضيه، فوجد الماء مع اتساع الوقت يستحب له الخروج، يستحب ولا يجب، يستحب له الخروج ولا يجب. واخد بالك ازاي؟ لان هنا بعذر شرعي، التيمم في السفر بعذر شرعي غالبا الاماكن دي ما فيهاش ميه. فهمت ازاي؟ فلما نيجي نقول له عيد الصلوات في الاماكن اللي غالبا ما فيهاش ميه بنرهقه بلا ضروره، والشرع جاء لرفع الحرج عن الناس، يبقى انت كده بتمنع منه رخصه. فهمت؟ لكن لما يبقى في المدينه، انت مثلا عايش في القاهرة بقالك 50 سنة، اتيممت جوا في قلب القاهرة؟ نادر. افرض جاف مرة من المرات قطعوا المية من جميع انحاء القاهرة 3 ايام وما عندكش مية تحوشها، وبقيت تشتري مية اللي هي في الازايز، وراحوا البقالين قال لك الازازة المية بدل ما هي بجنيه ب5 جنيه هتشتريها للشرب، واقول لك اتيمم. اشتريها للشرب واقول لك اتيمم وانت في القاهرة. شوف قد ايه. طيب وبعدين احنا هنا في المقطم مش جنب النيل، مش هقول لك كل وقت انزل ايه املى من النيل، خلاص؟ يبقى هقول لك اتيمم. التلات ايام دي تيمم وصلي، وبعد التلات ايام دي لما يصلحوا الميه عيدها تاني. يبقى دي مره في عمرك نادره. انما كل سفر بتكتس فيه صحراء وتيجي تصلي تيمم واقول لك عيد الصلاه دي لما تجد الماء، يبقى انا برهقك، لأن السفر يتكرر. فهمت بقى وجهة نظر الشافعية؟ سهلة. طيب نقرأ هنا ونشوف. الثاني أي من الأشياء الثلاثة، ويختص هذا الثاني بمن تيمم لغير المرض ونحوه، بأن تيمم لفقد الماء. طب افرض أنا بتيمم علشان مرض وقالوا لي المية موجودة، ما يضرش، ما أنا حتى لو موجودة أنا مش هتيمم، مش هتوضى، لأن أنا بتيمم لأجل مرض، فالمرض مستمر. فهمت ازاي؟ المرض مستمر، واحد محروق في وشه ودراعته ما يقدرش يجيب ميه على الحته دي، لكن يقدر يمسح عليها بغبار كده على خفيف، واخد بالك ازاي؟ وكده. لكن لو جاب ميه هيتاخر برقه ويترك اثر في وجهه في عضو ظاهر يشوهه بعد كده، فنقول لا ما تتوضاش وتيمم. سهله؟ طيب يبقى الكلام هنا يختص بمن تيمم لغير المرض ونحوه، بأن تيمم لفقد الماء كما نبه عليه الشارح. طب افرض هو بيتيمم وواحد جه قال له المية جنبك وبتتيمم، وهو عارف ان المية اللي جنبه دي عندها حية لو نزل هتقرصه كأنها مش موجود، يستمر الصلاة، لان اللي جاي ده وشاف المية ما شافش الحية. انا عارف ان فيها حية. فهمت ازاي؟ انا عارف ان فيها حياة وعندها 7 مستخبى، او عندها عدو مترصد لي قاعد فوق الجبل وقاعد باصص بالمكبر عند البير عشان اول ما اعطش واروح يروح نششني. حرب عصابات بقى، ما احنا بقى في حرب عصابات، واخد بالك ازاي؟ ما روحش، خلاص ما روحش، كأنها مش موجودة. وحتى لو قالوا لي المية جنبك خلاص كأنها مش موجودة، عذر شرعي، خدت بالك؟ او قال لك مثلا ايه وانت في الصلاة اللي انت ممكن تعيدها بالتيمم، اللي انت المفروض تعيدها بالتيمم، اول ما قال لك جاء لفلان ماء لعطش ما تتركش، لان المية اللي جت دي عايزينها للشرب. لكن لو قال لك جاء الماء الاول لفلان بطل تيممك، لان اول ما قال لك جاء الماء بطل تيمم. لفلان بعد كده خش في الصلاه تاني، تقول له اديت المقلب كده يا مجرم، تقول جاء لفلان الماء.
فهمت؟ يبقى اللي بينادي في هذا الموقع لازم يكون فقيه. لقى الناس بتصلي التيمم وجات المية، يقول جاء لفلان الماء للشرب، واخد بالك؟ يقوم الناس تستمر في صلاتها في امان الله. فهمت المسألة؟ طيب نقرأ بقى كلام الشيخ. رؤية الماء أي العلم به وإن قل، حتى لو قال واحد لجمع متيممين أبحتكم هذا الماء وهو يكفي أحدهم فقط، بطل تيمم الكل ولا يتوقف البطلان على قبولهم. ومثل العلم به توهمه كما ذكره الشارح، وإن زال سريعا لوجوب طلبه. ومن التوهم رؤية السراب وهو ما يرى وسط النهار كأنه ماء وليس بماء، أو رؤية غمامة مطبقة بقربه، أو رؤية ركب طلع، أو نحو ذلك مما يتوهم معه الماء ومحل البطلان بذلك ما لم يقترن بمانع متقدم أو مقارن. يعني المانع المتقدم إيه؟ إنه هو عارف إن القبائل اللي جاية دي والركب اللي جاي ده ما بيدوش مية أصلا حتى لو معاهم، ولا بيبعوها بخبرته في مكانه، أو عارف إن الغمامة دي اللي بالشكل الفلاني بتيجي من الجهة الفلانية دي ما بتبقاش معاها مية غالبا، يبقى ده في مانع متقدم، واخد بالك؟ ما لم يقترن بمانع متقدم أو مقارن. يعني شاف الركب والركب جاي يقولوا معناش ماء، معناش ماء، في حد عنده مية يا جدعان؟ الركب جاي بينادوا على المية أصلا. يبقى أول ما شاف الركب سمع المنادي بينادي على طلب الماء، عرف إنه معهمش مية. يبقى بمجرد أن رآهم سمع معها مقارنة إنهم محتاجين مية. يبقى برضه ما يتركش صلاته، خلاص يستمر. أدي مانع مقارن. فإن اقترن به مانع كسبع، يعني قلنا لك عند البير سبع مستنية افترسه، أو عدو يقتنسه، أو عطش، لم يبطل تيممه، لأن وجوده والحالة هذه كالعدم بخلاف المانع المتأخر. فلو سمع قائلا يقول عندي ماء لغائب، أو ماء ورد، أو نحو ذلك، بطل تيممه لتأخر المانع. عندي ماء لغائب، تأخر المانع لغائب، تأخر بطل تيممه. فهمت؟ لأن أول ما قال عندي ماء بطل التيمم لحظة، فبطلت صلاتك لحظة، فإذا بطلت الصلاة لحظة بطلت كل الصلاة. فهمت؟ على ما قال لغائب كانت اللحظة اللطيفة دي عدت فبطلت الصلاة فيه. فهمت؟ واحدها والله. طيب نقراهم بسرعة لأن دي سهلة أصلا. طيب نقول أحدها أي أحد الثلاثة أشياء ما أبطل الوضوء، أي الذي أبطل الوضوء أو شيء أبطل الوضوء. فما اسم موصول والجملة صلة، أو نكرة موصوفة والجملة صفة. يعني إيه ما أبطل الوضوء؟ يعني الذي أبطل الوضوء، وتبقى جملة أبطل الوضوء صلة الموصول، يبقى ما نعتبرها صلة بمعنى الذي، ويبقى الجملة بعدها صلة. أو نعتبرها نكرة موصوفة وتبقى الجملة بعدها صفة، كأن ما بمعنى شيء، أو شيء أبطل الوضوء يسموها نكرة موصوفة وتبقى يجي الجملة بعدها بمعنى صفة. فهمت ازاي؟ ادي كلام الشيخ مش كده برضو؟ فما اسم موصول والجملة صلة، أو نكرة موصوفة والجملة صفة. وعد ما أبطل الوضوء شيئا واحدا إجمالا، وإن كان خمسة أشياء تفصيلا كما تقدم في قوله والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء، وسبق بيانه أي فلا حاجة لإعادته تفصيلا هنا، والضمير عائد لما أبطل الوضوء، وقوله في أسباب الحدث أي في فصل أسباب الحدث التي هي نواقض الوضوء، كما قال هناك فصل في نواقض الوضوء المسمى أيضا بأسباب الحدث، فاندفع ما يقال أن الذي تقدم التعبير به نواقض الوضوء لا أسباب الحدث. فمتى كان متيمما، أي سواء كان متيمما لفقد الماء أو للمرض أو نحوه، وهذا تفريع على قول المتن ما أبطل الوضوء، وقول بطل تيممه أي عن الحدث الأصغر. فإن كان عن حدث أكبر، لو كان متيمم عن حدث أكبر يعني عن جنابة،
لفقد الماء فتيمم عن حدث أكبر، ثم بعد ذلك أخرج ريح لم يبطل تيممه للحدث الأكبر بل يجب عليه التيمم للحدث الأصغر. فهمت إزاي؟ لا يبطل تيممه عن الحدث الأكبر بل يتيمم للحدث الأصغر. فإن كان عن حدث أكبر لم يبطل بالنسبة للأكبر، وإن بطل بالنسبة للأصغر كما لو أحدث بعد غسله، فيحرم عليه ما يحرم على المحدث ولا يحرم عليه ما يحرم على الجنب. سهلة واضحة. فيحرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله دون قراءة القرآن والمكث في المسجد، ويلغز به فيقال، يعني يتعمل فزورة لغز، فيقال لنا متيمم، يعني لنا معاشر الشافعية متيمم أحدث، أو لنا عند الفقهاء يعني، فيقال لنا يعني لغز يعني، فيقال لنا متيمم أحدث ولم يبطل تيممه. مين؟ تقول له الجنب الذي تيمم لجنابته فأحدث لا يبطل تيممه لجنابته. أدي حلها سهلة. والثاني أي من الأشياء الثلاثة، ويختص هذا الثاني بمن تيمم لغير المرض ونحوه، بأن تيمم لفقد الماء كما نبى عليه الشارح رؤية الماء أي العلم به، وإن قل حتى لو قال واحد لجمع متيممين أبحتكم هذا الماء وهو يكفي أحدهم فقط بطل تيمم الكل، ولا يتوقف البطلان على قبولهم. زي ما قلنا زمان اللي يجد عنده ماءان واحد منهم متيجس نجس أو متنجس يقينا والتاني طاهر يقينا وما يعرفش الفرق بينهم، ما يعرفش الفرق بينهم، ولو تيمموا الاثنين موجودين بطل تيممه لأن يتيمم في وجود ماء، يعمل ايه؟ يكب الاثنين، يرميهم يكبهم ويتيمم، ومش عارف الفرق بينهم. انا عندي كوز اختلط به بول منقطع الرائحة، وكوز تاني فيه مية طاهرة، لكن انا مش عارف اني كوز فيهم اللي اختلط فيه البول واني كوز فيهم اللي هو فيه ماء طاهر، وعايز اصلي وانا في المكان ده ما عنديش غير الكوزين دول المية، اعمل ايه؟ اروح صابب الكوز ده على الكوز ده بقى كله متنجس واروح رميه واتيمم. فهمت ازاي؟ لان لو تيممت في وجود احدهما بطل تيممي، بيتيمم في وجود الماء. سهلة. قلناها دي زمان لو انت بتفتكر. ولو كان لما تحط الاثنين على بعض يجمعوا لك اكتر من قلتين، يعني اكتر من 198 لتر، بحيث انهم تزول الرائحة او التغير في اللون او الطعم، يبقى في الحالة دي يطهر بالمكاثرة، اروح صابب الاثنين على بعض فطهر بالمكاثرة واروح متوضي بيه. سهلة؟ ها؟ ما يتمضمضش. ما احنا المضمضة سنة. يغسل بس وشه مرة وبيده مرة ويصلي. تعبدا، وخلي نفسك حلوة. ومن التواضع الشرب من سؤر أخيك. ما تقولش بقى يعني، مسلم ما يقولش يعني. بقايا يعني، واحد شرب وتبقى شوية في كوباية تشربها كده، ده من باب التواضع. وتاكل مكان الناس اللي كلت. والعيال تقعد تقطع الأكل كده وتلغوص وبتاع وتروح أنت واكل مكانهم، تواضع. هتأكلوني مكان العيال؟ إيه القرف ده؟ كبر. عيب، خليك متواضع كده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياكل كسرات الطعام. اللي باقية من ربائبه اللي هم أبناء زوجاته. يروح البيت يسأل هل من طعام؟ باقي شوية حاجة تلغوص فيها العيال. ياكل صلى الله عليه وسلم ويحمد ربه. سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. يا رب. ايوه طبعا، يطلع ويتيمم ويصلي تاني لما نقول بطل تيمم. حتى لو قال واحد لجمع المتيممين ابحتكم هذا الماء وهو يكفي احدهم فقد بطل تيمم الكل، ولا يتوقف البطلان على قبولهم ومثل العلم به توهمه كما ذكره الشارح، وان زال سريعا لوجوب طلبه. ومن التوهم رؤية السراب وهو ما يرى ما يرى وسط النهار كأنه ماء وليس بماء، أو رؤية غمامة مطبقة بقربه، أو رؤية ركب طلع أو نحو ذلك مما يتوهم معه الماء، ومحل البطلان بذلك ما لم يقترن بمانع متقدم أو مقارن، فإن اقترن به مانع كسبع أو عطش لم يبطل تيممه لأن وجوده والحالة هذه لأن وجوده
والحالة والحالة هذه كالعدم بخلاف المانع، لأن وجوده والحالة مش معطوفة على وجوده. ما عندك حق، تبقى الجملة كلها معطوفة، معطوفة على اسم إن، لأن وجوده والحالة هذه كالعدم بخلاف المانع المتأخر. فلو سمع قائلا يقول عندي ماء لغائب أو ماء ورد أو نحو ذلك بطل تيممه، لأن وجوده والحالة هذه. ما هو الجملة دي كلها المبتدأ والخبر دي في محل عطف على وجوده، في محل نصب يعني. ما لا لا لا، هي كده، والحالة هذه دي جملة لوحدها، الحالة هذه مبتدأ وخبر واضحة حلوة، ما هي مبتدأ وخبر أصل الحالة هذه، كويس، يبقى مبتدأ وخبر. فطالما المبتدأ والخبر هنا بقت جملة اسمية والعطف يجوز عطف الجملة، فأنا ليه أنا أصل شوف، ما أنت ما في النحو ما تفترضش يعني حاجة مقدرة غير مذكورة إلا عند الضرورة، وهنا لا ضرورة، يعني مفيش ضرورة ان انا افترض حاجة مش مكتوبة. ليه؟ لان عندي كل واضح. فهمت قصدي ايه؟ لا تفترض مقدر الا لما يكون في ضرورة بس، بخلاف المانع المتأخر. وعلى اي حال النواحي الاعرابية دي كلها بتبقى برضو تذوقية. فلو سمع قائلا يقول عندي ماء لغائب او ماء ورد او نحو ذلك بطل تيممه لتأخر المانع، او ماء ورد ايوه، او ماء ورد، او برضو الماء ورد الينا يعني. او ماء ورد ما ينفعش انا اتوضى بيه، ما ورد يعني، او نحو ذلك بطل تيممه لتاخر المانع. اما لو قال عندي لغائب ماء فلا يبطل تيممه، ولو قال عندي لفلان ماء ولم يعلم غيبته ولا حضوره بطل تيممه لوجوب السؤال عنده وطلبه. وفي بعض نسخ المتن وجود الماء، يبقى الخسارة رؤية الماء أو العلم بوجود ماء أو توهم وجوده بأي بقى وسيلة. واضحة ازاي؟ كل ده يبطل التيمم. وفي بعض نسخ المتن وجود الماء، أي علم كل ده امتى؟ لما أنا ما تلبستش بالصلاة. كل ده ما لم أتلبس بإيه؟ بالصلاة. تلبست بالصلاة فيها التفصيل اللي قلت لك عليه. تلبست بالصلاة يعني ايه؟ يعني نطقت رأى أكبر، الله أكبر. يبقى هنا بقى التفصيل، الصلاة دي تسقط بالتيمم ولا لا تسقط بالتيمم؟ لو تسقط بالتيمم استمر الصلاة، لو اتسع الوقت يستحب أخرج وأتوضأ ولا يجب. واضح؟ لو لا تسقط بالتيمم يبقى أخرج، لأن أنا كده كده هعيدها. سهلة؟ طيب. ايه؟ ما انت هتصلي بوضوء بقى خلاص، علشان وانت بتتيمم في مكان نادر وجود الماء فيه انت بتستبيح الصلاة مع بقاء الحدث، فكأنك صليت والحدث عليك، لان التيمم لا يرفع الحدث حتى لو كذا صلاة، طالما في مكان يندر فقدان الماء فيه. سهل؟ ويقسمهم سهلة يعني، قاعد يومين بيصلي كده، يصلي يومين مع كل فرد الشرط في قاعدة واحدة. على مذهب المزني، على وجه المزني عند الشافعية وبقية المذاهب، يقول لك ليس عليه إعادة طالما صلى بتيمم صحيح لفقد ماء سواء كان في حضر أو سفر، ليس عليه إعادة. والمزني رجحه من الشافعية، لكن احنا نرجح ما عليه الفتوى في مذهبنا، ان يعيد احوط. احنا احوط عند الشافعية، اصل هيتعب يعني لما يصلي 17 ركعة، ده هما الفرائض في اليوم 17 ركعة، ايه 17 ركعة؟ ده سيدنا علي زين العابدين كان بيصلي في ال 24 ساعة 1000 ركعة نافلة. ايه يعني المشكلة؟ حتى سموه زين العابدين، سموه السجاد عشان كده، سهل مش كده برضه؟ حتى بعضهم قال لك لا ده ما كانش ركعات، ده كان سجود، سجدات بس كده، يسجد ويدعي ويقول ورد وهو ساجد. بعضهم قال لك علشان يعني، قال لك مش معقول يعني يصلي 1000 ركعه يعني الوقت هيكفي؟ ده اكيد بيسجد بس، واخد بالك؟ لكن بالتجربه ممكن يكفي.
في ناس عباد تقال جربوها لقوها كفت، في عباد تقال كده يعني ما تقدرش انت عليهم، جربوها لقوها كفت، بس تعملها انت مره في عمرك وبعد كده ما تقدرش تعيا. هو كان يعملها كل يوم، يخرق له الوقت، يبارك له، يدي له الهمه. عارف ربك اما يلاقي فيك الهمه يديك البركه، يلاقيك كده بتجرب كده وانت قلبك نص نص، تلاقي الحكايه طويله وصعبه، تروح نايم مفرفر بعد ما تصلي 10 ركعات بس. ها؟ ايوه. فهي بس الهمه. ف 17 ركعه يعني مش كتير يعني في اليوم، ها؟ ما تستثقلهاش يعني 17 ركعه. هم الفرائض في اليوم ايه؟ 17 ركعه مش كده برضو؟ يعيدهم ده 5 فرائض يعني 17 ركعه. ما يعيدهم، ما بيقعد يتفرج على المسلسل يا جدع ادعي 50 ركعه، قول له عيدهم يلا واقفل التلفزيون اجري عيدهم. قوله لان وجوده والحاله هذه، هل ممكن اعتبار الواو وما بعدها مفعول معه فتنصب؟ ما هي ايوه، ما هي في محل نصب مفعول معه، بس الجمله نفسها مبتدا وخبر في محل ما ايه، يا اما في محل عطف على وجوده ولان ما له منصوبه، او في محل ان اعتبر ان الواو مش عاطفه، الواو ايه يعني واو استئنافيه وتبقى مفعول معه، زي سرت والنيل، سرت والقمر يسموه مفعول معه، تنفع. على اي حال ده مش درس نحو، احنا بس ايه خلينا نخلص الحته دي احسن. احنا معانا الظاهر ناس ناشفين في النحو هيتعبونا، نحو حياد افضل. وفي بعض نسخ المتن وجود الماء، اي علم وجوده فهو على تقدير مضاف، لان المدار على العلم بوجوده لا على وجوده في نفس الامر. وهذه النسخه مفسره للنسخه الاولى، لان المراد من الرؤيه العلم كما مر، في غير وقت الصلاه. كل ده في غير وقت الصلاه زي ما قلت لك، لكن لو تلبس بالصلاه بقى فيها التفصيل اللي قلت لك عليه. اي في غير وقت التلبس بالصلاه بان كان قبل تمام الراء من اكبر أو معه على المعتمد. يعني سمعتها وأنا بقول أكبر مع الراء في نفس الوقت، كأني قلتها، كأني قلت الراء. لكن قبل كده لا. الله، المية جت، ما قلتش أكبر. خلاص أروح أشوف المية. لا أخرج على طول، بطل في الحال. زي ما يبطل، زي ما يبطل وضوءك وأنت في الصلاة، ما بتسلمش. لأن أنت بقيت خارج الصلاة. إحنا الوقت الصورة الأولانية دي ما كانش دخل في الصلاة لسه، ولا قال الله أكبر، ده قاعد يتيمم وهيقوم أهو هيصلي، الناس قالوا له المية جت أو توهم وجود الماء أو علم وجود الماء، يبقى نقول له هنا روح هات المية بقى وتيمم، أو تأكد إنه مش موجود، كويس؟ الصورة الثانية بقى إنه تيمم ودخل في الصلاة وقال الله أكبر، دي الصورة الثانية، خدت بالك؟ هيقولها. في غير وقت الصلاة يا مولانا، خليني أخلص دي الأول وبعد عشان بس إيه نحل نلحق نخلص. أي في غير وقت التلبس بالصلاة بأن كان قبل تمام الراء من أكبر أو معه على المعتمد، لا وقتها المحدود لها شرعا ولو ضاق. لا وقت الصلاة المحدود لها شرعا يعني، لأنه ممكن وقت الصلاة المحدود لها شرعا طويل، ولو ضاق وقتها بالإجماع، ولو رأى الماء في أثناء قراءة قد تيمم لها. أنا تيممت عشان أقرأ قرآن مش أصلي، عشان أقرأ قرآن، فوجدت الماء أبطل قراية، تيممت لأني عندي جنابة ولا يجوز أن أقرأ القرآن وأنا على جنابة ومفيش مية أغتسل وأنا عايز أقرأ قرآن، أروح متيمم وعد أقرأ قرآن، قالوا لي المية جت، أروح بطل قراءة وهو مغتسل وأقرأ، خدت بالك؟ نفس القصة. ولو رأى الماء في أثناء قراءة قد تيمم لها بطل تيممه، ولو نوى قراءة قدر معلوم لعدم ارتباط بعضها ببعض، بخلاف الصلاة مرتبطة بعضها ببعض. خدت بالك؟ يعني بيقول لك إن دي عبادة مش مرتبطة بعضها ببعض، دي قراءة حرة. حتى لو أنا كنت ناوي أقرأ لي 5 أجزاء وبعدين لقيت المية جت في الجزء الثاني ما يجراش حاجة، ممكن أقطعها وأقوم أغتسل أو أتوضأ وأرجع أكمل، بخلاف الصلاة، الصلاة مرتبطة بعضها ببعض. خدت بالك؟
ولو رأت الحائض التي تيممت لتمكين حليلها الماء بطل تيممها وحرم عليها تمكينه ووجب عليه النزع إن صدقها. طب هو رآه وهي ما شافتوش لا يجب عليه النزع لأن هي بتفضل تيممها صحيح، ولو رآه هو دونها لم يجب عليه النزع لبقاء طهرها. يا الشيخ قايلها واضح ها؟ ما يجراش حاجة لأن العبرة بظنها هي مش بظنك أنت. فمن تيمم لفقد الماء تفريع جرى مجرى التقييد لأنه أشار به لتقييد كلام المصنف بكون تيممه للفقد، ثم رأى الماء أو توهمه أي ولم يقترن بمانع متقدم أو مقارن كما مر قبل دخوله في الصلاة أي بأن كان قبل تمام الرأي من أكبر أو معه كما مر أيضا بطل تيممه أي لأنه لم يشرع في المقصود فصار لم يشرع في المقصود فصار كما لو رآه في أثناء التيمم. سهلة دي، بطل تيممه طالما ما شرعش في الصلاة ما شرعش في المقصود بطل تيممه سهل. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم التراب كافيك ولو لم تجد الماء 10 حجج يعني 10 سنين التراب يكفيك، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فإن رآه أي بخلاف ما إذا توهمه حينئذ فإنه لا أثر للتوهم في الصلاة مطلقا. يبقى توهم وجود الماء في التيمم قبل التلبس بالصلاة مؤثر في التيمم وجب عليك طلبه إذا توهم، لكن توهم وجود الماء بعد التلبس بالصلاة لا يؤثر مطلقا. واضح؟ سهلة؟ عد على النقط المهمة دي، عد على النقط المهمة دي وثبتها في ذهنك كده وخليها عندك عقيدة ثابتة علشان تفضل فاكر أحكام التيمم. أي بخلاف ما إذا توهمه حينئذ فإنه لا أثر للتوهم في الصلاة مطلقا. وقوله بعد دخوله فيها أي بأن كان بعد تمام الراء من أكبر، وهذا محترز قوله في غير وقت الصلاة، وفيه تفصيل بين كون الصلاة تسقط بالتيمم أو لا كما يعلم من كلام الشارح، وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم أي بأن كان المحل الذي صلى فيه يغلب فيه وجود الماء، زي ما قلت لك احنا تيممنا واحنا في المعطل نادر يبقى الصلاة اللي هنصليها بالتيمم هنعيدها تاني كويس. وقول كصلاة مقيم انما قيد بالمقيم لان الغالب في الاقامة وجود الماء، والا فالمدار على كون الصلاة بمحل يغلب فيه وجود الماء حضرا او سفرا بطلت في الحال بمجرد العلم مش توهم، بمجرد العلم بوجود الماء مش توهم وجود الماء، بطلت في الحال إن كانت صلاة لا تسقط بالتيمم. سهلة؟ إن توهم وجود الماء مؤثر قبل التلبس بالصلاة، إن تلبس بالصلاة غير مؤثر مطلقا، ولكن إن تلبس بالصلاة وعلم أي تيقن وجود الماء أثر في الصلاة التي لا تسقط بالتيمم. سهلة؟ ولا يؤثر في الصلاة التي تسقط بالتيمم، ولكن إن اتسع الوقت يستحب الخروج للوضوء وصلاة بوضوء. سهلة. هنقرأ بقى كلام الشيخ عشان تروح. باب التيمم عند الشافعية لما يحب يسقطك في الامتحان الشفوي ويسألك فيه مليان تفريعات، أما يحب لما يسألك بقى وتجاوب يا يبقى عايز يشيلك ويهدر الشيخ، يبقى مبسوط منك انبساط، لكن اول ما يدخل في التيمم يعرف ان ناوي يغلس عليك، اول ما يدخل يسالك في التيمم ويكون شافعي يعني فقه شافعي وامتحان شافعي وتيمم يا ده يا دق النار. لا ما هو عايز يختبر. بطلت في الحال اذ لا فائده في الاشتغال بها لانه لابد من اعادتها، أو مما يسقط فرضها بالتيمم أي بأن كان المحل الذي صلى فيه يغلب فيه الفقد أو يستوي فيه الأمران، فالعبرة بمحل الصلاة لا بمحل التيمم كما مر. وقوله كصلاة مسافر إنما قيد بالمسافر لأن الغالب في السفر فقد الماء،
أو استواء الأمرين، وإلا فالمدار على كون الصلاة بمحل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي فيه الأمران سفرا أو حضرا فلا تبطل. دي مما يسقط فرضها بالتيمم، لا تبطل مع العلم بوجود الماء بعد التلبس بها، لا يبطل تيمم ويستمر خلاص إن كان يسقط فرضها. فلا تبطل لأنه شرع في المقصود مع إغنائها عن القضاء، لكن الأفضل قطعها ليصليها بالماء، الأفضل إن اتسع الوقت، ليخرج من خلاف من حرم إتمامها، من حرم إتمامها، فإن ضاق الوقت حرم قطعها كما جزم. ولكن إمتى يحرم قطعها؟ لو كان لو قطعها هيروح يتيمم وإيه والوقت يخرج، في صلاة تسقط بالتيمم، لكن في صلاة لا تسقط بالتيمم، يقطعها حتى لو ضاق الوقت، حتى لو خرج وقته، لأنه كده كده هيصليها. فهمت بقى؟ طيب. فإن ضاق الوقت حرم قطعها كما جزم به في التحقيق، وأعلم أن تيمم الميت مثل تيمم الحي في التفصيل المذكور. إحنا راجل مات في حتة ما فيش فيها مية فيممناه وكفناه، جينا بعد ما يمناه وكفناه لقينا في فنطاس المية دخل وما صليناش لسه عليه، نفك الكفن ونغسل، واخد بالك؟ خلاص نفك الكفن ونغسل، سهلة. جاء بعد ما دفناه، خلاص خلاص ما تفكش الكفن ولا تنبش القبر ولا تطلعه، لأنك لو طلعته هيضربك ويشتمك، لأنه بيدرك الميت اللي عنده نوع إدراك، بس هو هيضربك ويشتمك بدون أنت لا تشعر ضرب ولا شتيم، يعني هيدعي عليك، هو ميت هيدعي عليك، يقول لك حتى الواحد مش عارف يدفن في البلد دي، منكم لله، هيتضايق. فما تنبش القبر بتاعه. هنخلص السطرين دول ونمشي في دقيقتين إن شاء الله. واعلم أن تيمم الميت مثل تيمم الحي في التفصيل المذكور، فلو يمم الميت ثم وجد الماء قبل الصلاة عليه بطل تيممه ووجب غسله، وإن كان بعد الصلاة عليه أو في أثنائها. فإن كان إن كان بقى بعد الصلاة عليه أو في أثناء الصلاة عليه، إن كان في محل يغلب فقدان الماء خلاص أدفنه، في محل لا يغلب فيه فقدان الماء، شوف، فإن كان المحل يغلب فيه وجود الماء وجب غسله والصلاة عليه ولو أدرج في كفنه ما لم يدفن، وإلا صلى على قبره تاني بصلاة فيها وضوء. افهم، فهمت ازاي بقى؟ فهمتها دي؟ احنا يممناه وكفناه وتيممنا وصلينا عليه صلاة جنازة بتيمم، وبعدين بعد كده بعد ما دفناه المية جت، نروح احنا نتوضى ونصلي على قبره تاني صلاة جنازة جديدة بوضوء حلو. لا لا، في وقت قريب، وقت قريب والقرب للعرف، يعني بالعرف. لا بعد شهر ايه بقى؟ الشيخ ابراهيم ده ايام فينا عمايل. فان كان المحل يغلب فيه وجود الماء وجب غسله والصلاة عليه ولا ادرج في كفنه ما لم يدفن، والاصل والا صلى على قبره ولا ينبش الميت ولا يغسل. وإن كان المحل يغلب فيه الفقد أو يستوي فيه الأمران لم يجب غسله ولا الصلاة عليك الحي، خلاص سهلة، ولا الصلاة عليه كالحي. يعني الصلاة عليه بعد الصلاة عليه بتيمم، يعني ما يقولكش بقى روح اتوضى وتعيد الصلاة عليه، لأن في مكان يغلب فقدان الماء. فرضا كانت الصلاة أي كظهر وصلاة جنازة، وقول أو نفلا أي كعيد ووتر. ولو رأى المسافر الماء في أثناء صلاته وهو قاصر، يعني بينوي صلاة قصر، ثم نوى الإقامة أو الإتمام بطلت صلاته لحدوث ما لم يستبحه، فهو كافتتاح صلاة أخرى. يعني أنا راكب القطر ونويت الصلاة بتيمم وانا لسه ما دخلتش المدينه قصرا، فبصيت لقيت وانا بصلي ببص من الشباك كده لقيت محطه الجيزه وانا ساكن في الجيزه دخل او الحدود بتاعه مدينه الجيزه، ما انا ما ينفعش ان انا اقصر وانا دخلت المدينه اللي انا ساكن فيها، خلاص هتم، يبقى في الحاله دي بطلت تيممي، واخد بالك ازاي؟ وبطلت الصلاه.
لان ما اقدرش ان انا ازود على صلاة قصر احولها لاتمام بتيمم، انا متيمم من اجل صلاة قصر، يبقى التيمم ده على قدر نيتك بس، لانها طهارة ضعيفة ما تتحملش، طهارة ضعيفة برضو. لو تيمم لفرض الصلاة مطلقا وكان حاله انه بيقصر الصلاة في السفر يبقى ينسحب القصر، لو كان حاله انه بيتم الصلاة في السفر يبقى يتم، لان في ناس بتتم الصلاة حتى في السفر ما يقصرش، خدت بالك؟ او الاتمام بطلت صلاته لحدوث ما لم يستبح فهو افتتاح صلاة اخرى. وان كان تيمم الشخص لمرض، استنى علشان نقف عنده، واذا امتنع شرعا استعمال ما، هنقف عند الحتة دي عشان دي موضوع جديد. وان كان تيمم الشخص لمرض، مش لفقد ماء بقى، لمرض يعني المية موجودة لكن قال له انت عندك مرض جلدي، لو استعملت المية مش هيخف وهيترك عياها فاتيمم، فبقى بيتيمم منها من اجل مرض والمية مليانة عنده. محترز قوله لفقد الماء، وقوله ونحوه اي كبطء برء وزيادة ألم وشين فاحش في عضو ظاهر، يعني يحصل له تشوه في عضو ظاهر. وقوله ثم رأى الماء أو توهمه بالأولى، وقوله فلا أثر لرؤيته، أي لأن المريض يصح تيممه ولو بشاطئ البحر، فمش هتفرق معاه رأى الماء ولا ما رأهوش، بل تيممه باق بحاله أي في الصلاة وخارجها، فلا فرق تلبس بالصلاة وخارج الصلاة تفرق، لأن هنا بيتيمم لعذر مرض والمرض مستمر معه. أيوه تمام. وشفاء المريض من مرضه في الصلاة كوجدان الماء فيه. افرض بقى شوفي من مرضه في لحظة صلاته يطلع بقى يتوضأ، واخد بالك؟ تحصل دي؟ ممكن ممكن، ربنا قادر يا سيدي. وشفاء المريض من مرضه في الصلاة كوجدان الماء فيها، فإن كانت مما لا تسقط بالتيمم كأن وضع الجبيرة على حدث وأخذت من الصحيح شيئا ثم تيمم بطلت، وإن كانت مما تسقط بالتيمم كأن وضع الجبيرة على طهر ولم تأخذ من الصحيح زيادة، يعني في التثبيت يعني على قدر الاستمساك، ثم تيمم لم تبطل صلاته. والثالث أي من الأشياء الردة، هتيجي المسحة الجبيرة بقى بالتفصيل، دي هنقعد لها قعدة طويلة المرة الجاية، عديها عشان خاطر فيها تفصيل، هنخش في الردة ونخلصها، وموضوع الجبيرة هنعملها إيه إن شاء الله أول سبت في شهر 5 إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا ما يكسرش حد فينا ويجبر كسرنا وما نحتاجش جبائر خالص إلى أن يتوفانا الله. والثالث أي من الأشياء الثلاثة الردة، أي ولو حكما، في ردة حقيقية وردة حكما. الردة حكما عيل صغير يقول كلام الكفار، ما أصلا العيل الصغير ده غير مكلف، يبقى اسمه مرتد حكما، سب النبي ردة كفر، فهمه واضربه واعمل اللي انت عايزه، فهمت ازاي؟ لكن لو متوضي وضوء ما انتقدش، لكن لو متيمم وضوء انتقد، لانه ارتد حكما. ما يسمعها رد حكما مش حقيقية، عشان كده مش مخاطب، سهلة اسمها رد حكما. في رد حقيقية، يا خبر ابيض على الممثلين، يمثل دور ابو لهب، والتمثيل مش ضروره، وهو اسمه محمد واسمه عبد الله وراجل محترم كبير مش طفل، ويروح لابس لبس ابو لهب وعامل نفسه انت اسمك ايه، انا ابو لهب، يقول على نفسه كده هو ابو لهب، وبعدين يقف يعذب الصحابه اللي هو متصور انهم صحابه ويسب النبي، لانه بيمثل بقى، ما هو ابو لهب مندمج في الدور، مندمج، اهي دي ردة حقيقية، ردة حقيقية. شفت بقى المشكلة، لان ربنا لا يجيز التلفظ بالكفر الا من اكره وقلبه مطمئن، والتمثيل لا اكراه فيه فلا يجوز،
في إكراه؟ ما فيش إكراه. احكي يا سيدي ان ابو لهب كان بيعمل كده وانت لازم تلبس لبس فرعون وتقول انا ربكم الاعلى، مصيب زيها كفر برضه. فربنا ينجي، خد بالك من الحاجات دي خطر. وعشان كده يعني ادلة تحريم التمثيل اكثر من 40 دليل، ده من ضمن ادلتها انه يضطروا احيانا التلفظ بكلام الكفر، يضطروا احيانا انه يمثل غير المسلمين، يضطروا احيانا انه يمثل المعاصي والبلاوي علشان ينفر الناس منها، يقوم يمثل الزنا، يقول لك اصل انا بنفر الناس منها، يمثل بيشرب خمره ويمشي يتطوح ويعمل مش عارف ايه ويغتصب بنته، كل ده في الفيلم، يقول لك علشان عايز يبين ان الخمره قبيحه. ايه اللي قبيح؟ طب ما تحكي، قول انها ام الخبائث، انها تزيل العقل. لازم يعني تعمل كده وتمرمط نفسك وانت راجل شايب كده، تمرمط نفسك وتبقى مهرج وتهزق نفسك؟ فهمت ازاي؟ فالتمثيل يعني ربنا ينجينا منه وربنا يتوب عليهم. فهنا خد بالك من الردة بقى. والثالث أي من الأشياء الثلاثة الردة، أي ولو حكما، كما لو حكى صبي الكفر. حكى يعني إيه؟ على لسان نفسه. فهمت إزاي؟ يعني بيقلدوا، بيمثلوا مع بعض في المدرسة في الحفلة المدرسية السنوية، قالوا للعيال يا ولد أنت هتلبس لبس الشيطان. والله عملوها مرة وانا قلت لهم كده حرام، في نقابة الاطباء حفلة كده، كنا لسه متخرجين جديد وكنا امتياز، وبعدين قالوا هنعمل حفلة علشان اطفال الاطباء ييجوا في نقابة الاطباء، وحيمثلوا مش عارف الشيطان، ويمثلوا مش عارف ايه، ويمثلوا الراجل الصالح والولي، ويجي لك واحد كده لابس بتاع عباية حمراء ولابس طاقية حمراء وطلع منها قرون وعاملين له مش عارف ايه، هو ده الشيطان. ويجي بقى ايه يعمل كده حوالين الولي ويوسوس له، كل ده تمثيل حرام يا جماعة. واخد بالك؟ مرضوش يسمعوا كلام، لانهم يجيزون ذلك، الاخوان المسلمين يجيزون ذلك، واللي كان ماسك الحفلة دي كان مشرف عليها اخوان مسلمين من الاطباء، جماعة الاخوان المسلمين. واخد بالك ازاي؟ عندهم لا يحرموا التمثيل. قلنا لهم يا جماعة حرام، ما ينفعش، متزمت وبتاع، ما رضوش يسمعوا كلام. هنعمل ايه يعني؟ بنشوف من سنة كم بنقول حرام، من سنة 78 لحد دلوقتي ما حدش عايز يسمع كلام. هل كان في حاجة شبيهة مثلا بالتمثيل؟ لكن احنا بنبرأ ذمته، حرام، لان التمثيل غيبة او حاجة زي الفن مثلا، لانك انت بتقلد واحد يكون موجود يبقى اغتبته، حرام. بتمثل شخصية غير موجودة يبقى كذب، فهو بين الكذب والغيبة، بحيث أنك لا تقبل واحد يمثلك، يستنوا واحد مات وورثته ماتوا ويمثلوه، واخد بالك ازاي؟ أو ياخدوا موافقة ورثته، فبعد ما يمثلوه يلاقوه هزقوا أبوهم، يرفعوا قضية على الإيه؟ زي ما عمل ولاد الشيخ الشعراء. أي لكن مجمع البحوث الإسلامية في مصر أجاز التمثيل لأغراض شريفة بغير اختلاط، وهذا الصورة غير موجودة في التمثيل، أجازوه بالقيود دي، أجازوا التمثيل، وأنا مش معاهم برضو حتى بالقيود دي، حرام برضو، والله أعلم، كل واحد مسؤول عن نفسه. أجازوا التمثيل بقيود شديدة غير موجودة في التمثيل المعتبر الآن، واخد بالك إزاي؟ أجازوا التمثيل بقيود شديدة، وعلى وبالنسبة للحاجات التاريخية على ألا يمثل العشرة المبشرين بالجنة. أنا بستعجب، اللي حرام في العشرة المبشرين يحرمه في باقي الناس، لأن ما فيش نص يستثني هؤلاء ويبيح في غيرهم، لأن كلهم مسلمين لهم حق، الصحابة كلهم لهم حق عليهم، شمعنا العشرة المبشرين يعني؟ أما أنا عارف، لأن الدكتور علي جمعة مش عايز يخالف مجمع البحوث الإسلامية في أمور كثيرة، لانه لسه كان بيقول لهم في موضوع فوائد البنوك قضايا، فهو مش عايز بقى يعمل يعني قلبه كبيره، لكن الدكتور علي حتى نوه قال لا ده في اراء اشد، اللي هو رايه ما رضاش يقوله عشان التلفزيون والليله ما هو اللي حصل بقى. ما معلش، المنصب بيحتاج احيانا امور سياسيه علشان هو ياخد بايد الناس بالتدريج للشرع، لكن لو قال كده تاني يوم يغيروه،
يبقى استفدنا ايه؟ ما يجيب واحد تاني يقول حلال 100%. السيدة الفاضلة واخد بالك ازاي مثلا فاتن حمام؟ من قال؟ هو نوه، قال دي اخف الاراء لكن في اراء اشد، قال كده يبقى نوه. معلش بس في اراء اشد يعني يعني حرام مطلقة. معلش ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة، هو معذور لانه عايز ياخد بايد الناس تدريجيا للشرع الشريف. قال ان مجمع البحوث، ما قالش انا قلت، هل انا قلت؟ قال مجمع البحوث اتفق من ايام مين؟ الشيخ عبد الرحمن تاج، ايام ما كانش خلاصه، واخد بالك؟ وبناء عليه انشأوا معهد التمثيل لما كانش خلاصه، معهد الشيخ عبد الرحمن تاج سنة 60، ده الكلام ده سنة 60 يعني من 45 سنة. فالشيخ الدكتور علي هما بيحكي حاجة حصلت زمان واستقر الامر ولم يطبق، حتى اللي قاله الشيخ عبد الرحمن تاج ما تنفذ. ايوه، وبعدين فتحوه على البحث، فنسأل الله السلام. كما لو حكى يعني مثل صبي الكفر فيبطل تيممه لأنه طهارة ضعيفة، ولذلك لا يبطل الوضوء بالردة ولو في أثنائه، فلو غسل وجاوى يديه ثم ارتد وعاد للإسلام نقول له طب انوي نية جديدة وكمل الباقي، لأن الوضوء نية قوية. ثم ارتد ثم عاد للإسلام كمل وضوءه لكن يجدد النية لما بقي، وهي الردة ايه هي؟ قطع الإسلام، أي قطع استمراره، والردة الحقيقية هي قطع من يصح طلاقه الإسلام، يعني إنسان عاقل مميز مكلف مش مجنون، هو ده اللي يصح طلاقه، ده غير مكره، ده اللي يصح طلاقه. يبقى ده لو قطع إسلامه يبقى دي ردة حقيقية، فهمت ازاي؟ وهي قطع من يصح طلاقه الإسلام، واللي يصح طلاقه مين؟ العاقل المميز البالغ غير المكره مع كمال الاختيار، فهمت ازاي؟ ده يصح طلاقه. يبقى ده لو قطع اسلامه يصح طلاقه انه يطلق مراته، لان لو انت جوزت ابنك اللي في كي جي 1 بنت الجيران اللي لسه بترضع، فقام وهو بياكل كيس الشيبسي البنت هبشته منه وقع، قال انت طالق، لا يقع طلاق، واخد بالك؟ ما هو عيال بقى صغيره بتلعب مع بعضها، لكن زواجهم صحيح شرعا باطل قضاء، صحيح شرعا باطل قضاء، بولايه الاجبار يصح بولايه الاجبار شرعا، ويبطل قضاء لان القضاء حدد سن للزواج بس. واذا خلينا هنا، والردة الحقيقية، تعريف الردة الحقيقية مهم، التعريف ده تحفظه، وهي قطع من يصح طلاقه الإسلام بخلاف من لا يصح طلاقه كالصبي والمجنون، فردته ليست حقيقية بل حكمية، لكنها تبطل التيمم كما مر. ونقف على وإذا امتنع شرعا استعمال الماء في عضو فإن لم يكن، نكملها إن شاء الله في أول سبت في شهر مايو، وكل عام وأنتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماته ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفر عن ذكر الغفر. اللي عايز يعرف أدلة تحريم التمثيل يشتري كتاب ظريف اسمه إقامة الدليل على حرمة التمثيل للسيد الحافظ أحمد الصديق الغماري، صنفه سنة 60، رد على الشيخ عبد الرحمن تاج لما أباح التمثيل وأنشأوا معهد التمثيل في مصر، راح ألف كتاب سماه إقامة الدليل على حرمة التمثيل، من 45 سنة الكتاب، وبيباع في مكتبة الصنفقية في الأزهر، كتاب ظريف صغير تقراه في قعدة واحدة. طبعا ما كانوش يقدروا ينشئوا معهد التمثيل الا بموافقه الازهر، شيخ الازهر، وقعدوا من اول القرن يحاولوا يحاولوا، وكان ساقط العداله ويتسمى مشخصاتي ويطردوه من العائلات وشغلانه، لحد ما جاء الشيخ عبد الرحمن تاج اجازه بقوا محترمين، هو بقى يقول لك الرائد فلان الفلاني والدكتور العلاني والكلام ده كله. سبحانك اللهم وبحمدك، عشان نستغفرك وجزاكم الله خير.